تراجع تأثير الموج الغبارية وأيضا رياح الصبا التي أثرت على مدينة جدة خلال ساعات نهار اليوم. التفاصيل في النشرة بعد قليل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء مغبرة بشكل كثيف في عموم المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، هي ناتجة عن امتداد لمرتفع جوي وكتلة هوائية شديدة البرودة من شمال المملكة نحو وسط المملكة، عملت على تشكل موجة غبارية ونشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية الغربية يوم أمس، وتحركت هذه الموجة الغبارية نحو المنطقة الجنوبية الغربية تدريجيا. أيضا بالتزامن مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة، أيضا نشطت الرياح الشرقية أو ما يعرف محليا برياح الصبا على مدينة جدة، والتي عملت أيضا على نشوء موجة غبارية على المدينة وتدني في مدى الرؤية الأفقية. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتراجع تأثيرات هذه الموجة الغبارية على مدينة جدة، لكن تستمر الموجة الغبارية على المنطقة الجنوبية الغربية. نعود ونتحدث عن درجات الحرارة والكتلة الهوائية الباردة وحركتها اعتبارا من نهار اليوم وحتى بداية الأسبوع القادم. هذه الكتلة الهوائية الباردة تنتشر في عموم المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة. نهار اليوم يتوقع أن تمتد نحو المنطقة الجنوبية، والتي ستدفع معها هذه الموجة الغبارية باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية، وبالتالي هناك تدني في مدى الرؤية الأفقية في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، في حين تتراجع تأثيرات رياح الصبا على مدينة جدة اعتبارا من ساعات ظهيرة النهار اليوم الخميس، ولا يتوقع أن تتجدد خلال الأيام القليلة القادمة. لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله تستمر الأجواء باردة في عموم مناطق المملكة، لكن تبدأ تدريجيا الحرارة ترتفع في المنطقة الغربية منها مع استمرارها أقل من معدلاتها في المنطقة الشرقية. يوم السبت بإذن الله يتوقع أن تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة، ترتفع درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع أجواء مستقرة بشكل عام. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام، 8 درجات مئوية فقط كحرارة مقاسة، المحسوسة أيضا 8 درجات مئوية، الرطوبة حوالي 15%، وبالتالي الرطوبة منخفضة، أما الرياح تهب شمالية شرقية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة، أجواء مستقرة لكن اختلاف كبير على درجات الحرارة. يوم الجمعة أقل من معدلاتها 23 إلى 12، ترتفع يوم السبت لتصبح حول معدلاتها 27 إلى 16، ويوم الأحد المزيد من الارتفاع تصبح أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام 31 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الجمعة في باقي المدن السعودية، نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك أجواء صافية 24 إلى 10، سكاكا 21 إلى 8، وعرعر 20 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 30 إلى 18، جدة 32 إلى 23، أجواء مغبرة في مكة المكرمة 35 إلى 22، والطائف 26 إلى 16 مع أتربة مثارة. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في أبها 22 إلى 13، أتربة مثارة في الباحة 22 إلى 14، وجازان 31 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة 23 إلى 13، حفر الباطن 21 إلى 10، والإحساء 23 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 23 إلى 12، بريدة 22 إلى 11، وحائل 23 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.